حصل انفجار اليوم بالأخ مراد عبد الغريبي، حيث إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تقوم بزراعة الغام والعبوات الناسفة في مساكن الناس وبيوت الناس والخطوط ومراعي الأغنام، حيث إن هذه الضحية اليوم رايح إلى بيته وكان في الطريق إلى البيت فانفجر به لغم مما أدى إلى وفاته. كثير من ضحايا الألغام، كثير من ضحايا الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيات الموت، ميليشيات الإرهاب الحوثي وهذه العصابات المتطرفة، حيث إنها لا تراعي أي حق من حقوق المواطنين، تزرع في الطريق وفي البيت وفي جميع الأماكن. مراد هذا الطفل صغير بريء عمره 17 سنة، عاده شباب في نمو شبابه،